السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدينة، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا نحن في الطريق المدارية بالضبط قرب الضحى المهدية، غادي نمشيو إن شاء الله ندير واحد الجولة مطولة بحي ولاد وجيه والمغرب العربي. يلا نتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.
مسجد الهدى. زوينة هاد المسجد هادي، غروب سكولار لو بوت إدوكاتيف. Ah!
التيرمينال ديال 5. مسجد أحد. مركز تكوين وتقوية قدرات النساء. هذيك المحطة انت برافو عليك. أعتقد مسجد قمة.
تسترو الطريق من هنايا. مسجد محمد السادس. إذن إلى هنا قرب مسجد محمد السادس نصل إلى نهاية جولتنا، نتمنى أنها عجبتكم، لا تنسوا ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.